في حظ معاك يا قوس. الناس اللي حاسه ان هي مفتقده للحظ الفتره اللي فاتت وان الدنيا عندها واقفه وما بتتحركش، زي ما قلنا كل حاجه بتتغير. اللي حظه كان ماشي هيقف شويه، واللي حظه واقف هيبتدي يمشي. القوس واضح ان هو في المرحله اللي فاتت كان الحظ معاه واقف، بس دلوقتي هيبتدي يمشي، عجله هتدور، وهيحس القوس بالانحراف ده، هيحس ان الدنيا هتبتدي تحود بيه لحاجه احسن. العقبات هتبتدي تقل، المشاكل هتبتدي تقل، هيبتدي يكون انجح في حاجات ان شاء الله، الحاجات اللي هو داخل عليها. في حيره، محتار، خايف ياخد قرار وتوابعه مش شايف هي ايه. واعتقد القرار ده يخص حاجه غير بقى العلاقه الثلاثيه دي، ان هو يحسمها ده موضوع تاني. لا، القرار ده يخص الماده، اما ان هو يبيع يشتري، يدخل انفستمنت ده ولا ما يدخلوش، ايه اللي يعمله بالظبط، هو محتار. الكارت ده النصيحه اللي بيقدمها لك يا قوس، خد وقتك في التفكير وجمع المعلومات، اجمع معلومات عن الحاجه اللي انت داخلها على قد ما تقدر عشان تتفادى الاخطاء. في هنا عوده لصديق قديم او حبيب قديم او حد قريب، يعني حد عزيز على قلبك جدا جدا، هيرجع وهيقدم لك شيء، ممكن هيكون هيقدم لك نصيحه، افتكر انه هيقدم لك نصيحه تجاه الموضوع ده. الشخص ده نيته ليك خير وفعلا عايز يساعدك، يعني حاول تسمع له. كوين اوف وانز، انا ما اعرفش القوس، ما افتكرش ان هو من الابراج القياديه، بس هو الايام دي واخد قياده، الكارتين دول بيدلوا على القياده. هنا انت المتحكم في مسارك، هنا انت قائد، انت اللي بتفكر لنفسك، اهو بتفكر لنفسك مع نفسك تماما، وانت اللي هنا بتقرر كمان لنفسك، بتفكر وبتقرر لنفسك. كوين اوف وانز. القطة اللي هنا دي افتكر دي حاجة موقفة الحركة بتاعتك، في شخص موقف حركتك، ممكن يكون حد قريب منك، مثلا ام، اخت، حد قريب منك بيقول لك لا حاسب، لا بلاش، لا وقف، استنى. فاهمين قصدي؟ هو قلبه عليك، هو بيحميك، هو فاكر ان هو بيحميك، اسمع له طبعا وخد برأيه اكيد، بس هو موقف الحركة بتاعتك. بس برضو لابد تسمع له، لانه شخص قريب منك جدا وفعلا قلبه عليك يا قوس، اسمع له. هلخص القرايه، هنا في علاقه ثلاثيه، وللاسف يعني المعنى التاني للكارت ملوش مكان في وسط القراءه دي، هو ملهاش الا كده، سوري، يعني ما اعتقدش ان هو احتفال، لا ده مش احتفال، دي علاقه ثلاثيه. في هروب من الحاله دي، بتحاول تهرب ان انت ما تواجههاش، وبتهرب، فكر لوحدك، قاعد لوحدك وعمال بتفكر، بس هتمسك زمام الامور قريب جدا جدا جدا، عندك عجله حظ هتدور والدنيا هتبتدي تتغير معاك، والحظ هيكون في اتجاهك وفي صالحك. في معافاه من حاجه كنت بتعاني منها، ممكن يكون الحيره بتاعت القرار ده والالم النفسي اللي بيسببه موضوع العلاقه الثلاثيه ده، وممكن يكون حاجة تانية، ممكن يكون أنت بتعاني من مشكلة صحية، مشكلة نفسية، أي حاجة من الحاجات دي إن شاء الله بتتعافى منها تماما يا قوس. في حيرة لحاجة تخص المال، جمع معلومات، أوكي. وفي صديق قديم أو قريب ليك، حد قريب بقالك فترة ما شفتوش، هيجي ويقدم لك نصيحة بالنسبة للموضوع ده، يا ريت تسمع. ده ملخص القراءة، القراءة حلوة ما فيهاش مشكلة، هي بس موضوع العلاقة الثلاثية ده، يعني واضح ان انت في الموضوع ده غصب عنك مش بمزاجك، يعني مش حاجة وحشة منك، مش خيانة يعني، بس انا حاسة الطاقة واصلالي انه حاجة اتفرضت عليك. فاهمين قصدي؟ مش عيب يعني نعترف بالخطأ او نحاول نصلحه يعني. العقرب، حاضر يا ألما، قريب قوي حبيبتي، هقوله يا لودا، ميرسي يا روحي، تسلميلي، بلا بطيخه، ميرسي يا ام الحياه، امل الحياه، حاضر حاضر. علاقه ثلاثيه من طرفه او من الشريك، ابتسام انا حسيتها من طرف القوس، لان القوس بيهرب، واللي بيهرب بيهرب لان هو حاسس انه عامل حاجه غلط،
سخيف تعبان من الخيانه يعني، ممكن جدا ما هو ده انا قلته، ممكن يكون حاسس بتأنيب ضمير من الحاله اللي هو فيها. كلام صح عن زوجي. اوكي يا هيام كويس. اوكي يعني ايه علاقه ثلاثيه نجوى؟ يعني علاقه فيها ثلاث اطراف، يعني في شخص في حياته اتنين، اسمها علاقه ثلاثيه. ان شاء الله يا نوره تسلمي لي انت يا حبيبتي. ايه جاي هنا انس عمران؟ انا مش فاهم عمران، انا مش فاهمه بتقول ايه. فدوى حبيبتي انت ممكن تدخلي على جوجل اكتبي اللي انت بتقوليه ده، نسبه التوافق، جوجل هيقول لك هي ايه. احنا هنا بنشوف الطاقه ما بين البرج والشريك بتاعه، فهمتي قصدي؟ الله يرضى عليكي، ما حد يسالني السؤال ده بجد، ما حدش يسالني السؤال ده، ده سؤال هتلاقوا اجابته على جوجل، والله مقالات كتير قوي كاتبه بالموضوع ده، نسبه التوافق والحاجات دي. يا سانتو انا اللي بحبك قوي، اي لاف يو تو. الله يحفظك، بشكرك يا نجاة التوريكي، بشكرك حبيبتي، قلتي كله صح، ميرسي يا اميره قوي، بشكرك. هنا ولا ممكن شخص ثالث بيدخل بين الاثنين؟ لا يا سلمى انا مش شخص ثالث بيدخل بين الاثنين، لا في علاقه، او قلت لك مش لازم تكون علاقه كامله، ممكن يكون حتى تفكير في شخص ثاني. يا رب يا كريم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا قاعده، اهلا. رقم من جوه الشخص من حد متواجد لمجرد حاجه جوانا مش اكتر، انما ما فيش علاقه ثلاثيه. حلو جدا، انا قلت لك يا دينا مش لازم تكون علاقه كامله خالص. كلمه كله احنا اداله كان صح، ميرسي يا جيهان. اداله كانت قراءه فظيعه. انا بيجي ممكن برج العقرب، قريب جدا يا فلاور تولب، هي تولب مفروض قويه ولا ناس جوايا كتير. بشكرك يا مازن، ان شاء الله يا رب تكون بفايده وتستفيد منها، دي اهم حاجه. ملوش حظ معايا خالص. ليه يا لولا؟ ما احنا بنقول القوس اهو، والقوس ان شاء الله الحظ هيبتدي يبتسم له شويه. محمد لو عايز قراءه خاصه بليز ابعت للصفحه ونقول لك تعمل ايه. كيف نتواصل معاكي خاص؟ ابتسام، ابعتي رساله على الصفحه وارد عليكي حبيبتي. انا بعتذر للناس على المسجات، بقالي فتره مش بقرا المسجات، بس هركز اكتر الايام دي. انفورميشن دولي يو موست ويلكم سكينه. طيب تعالوا نشوف الحاله العاطفيه بتاعته بقى. صح صح ميرسي يا رانيا، كل قلتي صح، تحيه ليكي، بشكرك جدا يا محمود، بشكرك جدا. تعالوا نشوف حالته العاطفيه ايه بقى بمناسبه العلاقه الثلاثيه دي. بس هتبقى علاقته بقى بانهي شريك؟ ما هو اللي في علاقه ثلاثيه ده يعني محير، انا بريكت محير الصراحه. اوكي اوكي طيب القوس عايز ايه؟ القوس في المرحلة دي عايز يبعد، عايز يمشي. اوكي عايز يمشي، او برضو انا يعني الكارت ده معناه فراق، وكل قارئ بيشوف الكارت زي ما الطاقه واصله له. انا طاقته ما توصليش ان هو انفصال نهائي، انا بتوصلي ان هو مجرد بعد، يبعده شويه، بحس ان كل واحد يفكر ويشوف هو عايز يعمل ايه. القوس عايز يبعد شويه. اوكي لان عنده الموج طالع نازل، طالع نازل، الدنيا عنده مش مستقرة، لا مزاجه مستقر ولا أفكاره منتظمة، يعني عنده شوية لخبطة، نفسه في حالة استقرار. يمكن يكون الأحداث عنده سريعة شوية فهو مش عارف يتأقلم عليها، أنا مش عارفة إيه الوضع، لكن هو مش في حالة مستقرة عاطفيا. كويس؟ القوس شايف شريكه إزاي؟ شايفه طاقة خير، طاقة وخير من ربنا، خير ربنا بعته. أنا الإيد دي بشوف إن هي رسالة، حاجة من ربنا، حاجة مبعوثة من ربنا، وعصا فيها خضار، ده بالنسبة لي خير. يعني ال 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 القوس شايف شريكه إن هو بيمده بطاقة الخير. الطاقة ما بينهم دلوقتي القوس وشريكه فيها خسارة، حاسين بخسارة الاتنين، ده حاسس إنه خسر وده حاسس إن هو خسر. ليه طيب؟ طالما حاسين بالخسارة
معناها انه انتوا يعني شخصيات غاليين على بعض طالما حسيتوا بالخسارة. الشريك عايز ايه؟ الشريك عايز يشتغل على العلاقة تاني، ما فقدش الامل، مش عايز يبعد، عايز يشتغل عليها تاني، وعايز يقدم لشريكه مشاعر، يعني عايز يقدم له ده page of cups، عنده لسه جواه مشاعر لسه ما طلعهاش لشريكه، عايز يوري له مشاعر اكتر. وشايفه ازاي؟ شايفه اساسه كويس، يعني الشريك القوس شايفه انه اساسه كويس، بس هو محتاج شوية شغل، عايز شوية تظبيط، لكن هو في الاساس شخص كويس. في بخل، حامل بخل في المشاعر، ما كله ماسك على مشاعره ومسيطر عليها. الشهر اللي بعده زي ما تقول فيه بقى تكبر، متكبرين على بعض، وزي ما تقولوا كل واحد انا عملت لك، انا سويت لك، انت ما قدرتش، انت ما عملتش. لكن الشهر الثالث هيحصل حاجه، في عمليه ترويض لحد. افتكر ان اللي متمرد دلوقتي هو القوس، بما ان القوس اللي عايز يبعد، هو اللي عايز يبعد، فافتكر ان المتمرد واللي عنده حاله شراسه شويه كده هو القوس، هو اللي بيأذي العلاقه دلوقتي. فهيبتدي شريكه يروده، وهيروده بالراحه، هيحاول يفهم هو عايز ايه، هيحاول يقرب وجهات النظر، ويبتدي يشتغل على العلاقه زي ما هو عايز، هيصلح بقى، هيبتدي يصلح العلاقات. العلاقة فيها أمل كبير جدا يا جماعة، لو زي ما انتوا بتقولوا لي القراءة مظبوطة وفعلا حصلت العلاقة الثلاثية دي، واضح ان الشريك كان في تقصير منه من ناحية شريكه في حاجة، فاداله الحق ان هو يبتدي يفكر في حد تاني، فطالما هيبتدي يصلح الغلط يبقى برافو وعفى الله عما سلف، ونبتدي نصلح وترجع على المية المجاريها وكما كنت. زي ما قلت لكم انتوا حاسين بخسارة دلوقتي، حاولوا تعوضوا الخسارة دي بسرعة، وان شاء الله العلاقة ترجع زي ما كانت وأحسن.